بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبأ. لأن غادي نتحدث في هذا الدرس عن خصائص الترتيب والعمليات على الآداب الجذرية. إذا تناقشنا في الدرس السابق كيف نقارن عددين جذريين، لأن باش نقارن واحد العددين الجذريين يجب فيه هو الفرق ديالهم. إذا كان هذا الفرق موجبا فإن الحد الأول أكبر من الحد الثاني، إذا كان الفرق العدد الثاني فإن الحد الأول أصغر من الحد الثاني. إذا غادي نشوفو بعض الخصائص، إذا ما خصني غادي نشوفو الخصائص الترتيب والجمع. إذا عندنا التمرين لنقارن 2 على 3 زائد ناقص 13 و 5 على 8 زائد ناقص 13. إذا كما رأينا لمقارنة هذين العددين يكفي حساب فرقين. بغينا نجدو الفرق ديالهم، بين 2 على 3 زائد ناقص 13 ناقص 5 على 8 زائد ناقص 13. إذا نحسبو الفرق ديال هاد العدد ناقص بين قوسين الفرق ديال هاد العدد، كنلاحظو بأن الأقواس فهي مسبوقة بإشارة ناقص، نزيد الأقواس مع تغيير إشارة الحدود الموجودة داخل الأقواس. إذا هنا نجد الحدود، الإشارة ديال هاد زائد، الإشارة ديال هاد زائد، هنا غتصبح ناقص وهنا غتصبح ناقص. إذا أنا غادي نفرق الحد الأول، بين 2 على 3 زائد ناقص 13، نزيد الأقواس، إذا هنا الأقواس تبقى بشارة ناقص، نزيد الأقواس، إذا هنا غادي تكون ناقص 5 على 8 ناقص 13. ثم المرحلة الثانية كنلاحظو بأننا هاد العدد ماذا أو ما متقابل، كيف ذلك؟ إذا هنا غادي نجيبو 2 على 3 نغيرو الترتيب ديالهم، تغيير ترتيب الحدود نستفيدو نحول الحد بالإشارة التي تسبقه. إذا هنا ناقص 5 على 8 زائد ناقص 13 ناقص ناقص، قلنا لك المجموع المئات هنا ناقص ناقص 13 كنشوفوها. إذا في هذه الحالة غنحسبو الفرقين ديال العددين، 2 على 3 ناقص 5 على 8 زائد ناقص 13 نعم نأخذ الفرق إلى مجموع زائد ناقص زائد نطرد بهذا الأول مجموع ونضيف له مقابل حتى الثاني زائد زائد 13. أخذنا ناقص 13 زائد ناقص 13، يعني أخذنا هذا العدد زائد ناقص 13 زائد زائد 13، يعني مجموع عددين متقابلين. بما أن مجموع عددين متقابلين كيساوي صفر. إذا هذا هو الهدف، علاش درنا تغيير ترتيب الحدود. ومن بعد غادي نسمي هنا غادي نخلي هنا عدد فرق عددين جذريين، هنا نتوحيد المقام، إذا هنا نضربوها في المقام ديال هاد الثمانية على ثلاثة طارد ثمانية ناقص خمسة، نضربوها في المقام هذا الأول يعني ضارب ثلاثة على 8 ضارب 3، ثم تنسبو يساوي 8 2 في 16 على 24 ناقص 15 على 24. إذا أنا كنفترض المقال الواحد كنديرو الفرق ديال العددين، إذا 16 ناقص 15، إذا 16 ناقص 15 على 24، هنا ينجمنا عملية بسيطة، 16 ناقص 15 هي 1 على 24، إذا هاد العدد فهو عدد موجب، يعني أكبر أو يساوي صفر، يعني أكبر أو يساوي صفر، يعني إذا هو عدد موجب. قلنا إذا كان عدد موجب يعني بأن يكون عندنا عدد موجب، يعني الحد الأول فهو يكون أكبر من الحد
الثاني إذا كبر أكبر من الحد الثاني إذا نسوها كذا اثنان على عفوا اثنان على ثلاثة زائد ناقص 13 أكبر من أو يساوي كذا خمسة على 8 زائد ناقص 13. إذن كما كتلاحظوا هنا فاش حسبنا الفرق ديال هاد العدد سمعنا بأن هاد العدد هو اللي كنسبو ليه اللي كنقارنو 2 على 3 و 5 على 8 ماذا كيعطينا 0. بالتالي في هاد الحالة هنا إذا كتلاحظوا كذا عندنا نفس العدد اللي هو ناقص 13 هنا عندنا ناقص 13. إذا في هذه الحالة 2 على 3 زائد ناقص 13 ضارب أو تساوي 5 على 8 زائد ناقص 13. إذا هذا العدد فاش كنضيفو نفس العدد الطرفين بجوج هذا الرمز لا يتغير. إذا من الخاصية ديال الترتيب والجمع بأن إلا كان عندنا واحد من الأعداد اللي قارناهم إلا ضفنا ليهم نفس العدد الطرفين بجوج الرمز لا يتغير. شوفوا مثال آخر. إلا خدينا هذا المثال كان عندنا أ أكبر أو يساوي بي، باغي نقارنو بي زائد أ و أ زائد سي، إذا كما شفنا إذا كنحسبو جبنا الفرق ديالهم، إذا غادي ندير أ زائد بي أو لا أ زائد سي عفوا ناقص بي زائد سي، لأن كنحسب الفرق ديال هذا يساوي ناقص ناقص هذا، أو هذا ناقص هذا بحال هذا. إذا أنا نزيد الأقواس مع تغيير شرط الحدود الموجود داخل الأقواس ناقص بي زائد ناقص ناقص سي الإشارة ديال هذا موجبة الإشارة ديال هذا موجبة شرط الإشارة ديال هذا اثنين ناقص. ثم هنا كنلاحظ بأن هذا وهذا يمكن نجمعهم إلى عند التغيير ترتيب الحدود. إذا أ ناقص بي زائد سي ناقص سي زائد سي ناقص سي غير هنا صفر. إذا شنو قعدنا؟ قعدنا أ ناقص بي. الإشارة شنو هي الإشارة ديال أ ناقص بي هي هادي. إذا هنا يمكن نستنتجو عندنا أ أكبر يساوي بي يعني ديالنا أ ناقص بي فهو أكبر يساوي صفر. يعني هاد الفرق ديال هاد العددين فهو موجب. بالتالي إذا خدينا أ زائد سي فهي أكبر من أو يساوي بي زائد سي. إذا بصفة عامة إذا ضفنا نفس هذا العدد الطرفين بجوج الرمز ما كيتغيرش يعني هو غادي. إذا فاش كنضيف نفس العدد الطرفين بجوج الرمز غادي. إذا القاعدة اللي عندنا هي أو في هذا الشكل إذا كان أ أكبر يساوي بي فإن أ زائد سي أكبر يساوي بي زائد سي. إذا فاش كنضيف نفس العدد الطرفين بجوج الرمز كيبقى كما هو. نفس الشيء إذا كان أ زائد بي أكبر أو يساوي بي زائد سي فالعكس فإن أ زائد أكبر أو يساوي بي. إذا كان عندنا نفس العدد هنا فإن أ أكبر أو يساوي بي. شوفوا المثال هنا اللي نقارن هنا غادي نقارن ناقص 1 على 4 زائد 57 على 93 وناقص 3 على 12 زائد 57 على 93. إذا كنلاحظو باش نقارن هذا لدي يكفي نقارن هذا ما هذا. إذا ما احتاج أنا نقارن هادشي كامل نقارن غير هذا ما هذا كان عندي نفس العدد يكفي مقارنة ناقص 1 على 4 تاني نغيروها عندي مثلا جوج نديرو 5 على 4 مثلاش نديرو 5 على 4 غادي نقارنو ناقص 5 على 4 و ناقص 3 على 12. في هاد الحالة لدينا إذا غادي نحسبو الفرق ديالهم ديال ناقص مثلا 5 على 4 ناقص 3 على 12. كنلاحظ بأن العدد 12 مضاف على العدد 4 العدد عندنا 0 ضارب 12 والعدد 3 إذا حتى 5 نضربها في 3 5 ضارب 3 على 4 ضارب 3 وهنا نخلوها كما هي
تساوي ناقص 15 على 12 ناقص ناقص 3 على 12. ثم أنا غادي نديرو نكتب مقال واحد هو 12 هو ناقص 15 ناقص هادي زائد ناقص ناقص 3. هنا كنحول الفرق إلى مجموع، إذا ناقص 15 زائد زائد 3 على 12 تساوي، إذا نحتفظ بإشارة عدد هذا بعد المسافة، عدد عندنا بعد المسافة هو ناقص 15 إذا نعرف الناقص، ثم المسافة المجموعة الفرق المسافة 15 ناقص 3 هي 12 على 12 هي كتساوي ناقص 1 اللي هي عدد سالب، يعني أصغر من صفر هي سالب، إذن عدد سالب، بالتالي كان عدد سالب، إذن هذا العدد فهو أصغر من هذا العدد، إذن لاحظنا ناقص 5 على 4 فهو أصغر، فيساوي ناقص 3 على 12. وكاش كنت كبيرة واش هاد العدد كبيرة؟ إذا 12 تعداد رقم دقيقة هي، إذا 12 تعداد، إذا 5 على 12 زائد 57 على 99 تبقى دائما أصغر على المساوي ناقص 3 على 12 زائد 57 على 99 وهذا قارن عدد التالي التالي عندنا واحد قارن في كل حالة من الحالات التالية عندنا العدد والعدد 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 دابا نقارنو لنقارن 12 على 5 زائد 97 و 7 على 99 زائد 98 كما قلنا باش نقارنو هاد العددين يكفي نقارن هاد العدد و هاد العدد إذا نجيب في مقارنة في مقارنة 12 على 5 و 9 على 7 إذا هنا مثلا كنسبو الفرق ديالهم هذا 12 على 5 هنا باش نعرفو الخاصية ناقص 9 على 7 يعني دابا 12 ضارب 7 وتاخد المقام على جزء الأول دابا هذا كذا على 5 7 ناقص 9 5 على 7 ضارب 5 تنسبو 12 7 هي 12 بجوج هي 14 نكتبو 4 نخفضو 7 1 7 1 7 زائد 1 هي 8 على 5 3 ناقص 5 هي 9 40 على 5 3 هنا كنحسبو الفرق إذا 84 ناقص 9 40 على 5 30 يساوي إذا خدنا 84 ناقص 35 يساوي 14 ناقص 35 8 ناقص 4 49 على 48 على 35 يساوي 40 على 35 هذا العدد فهو عدد موجب. بالتالي إذا خدينا 12 على 5 كبر أو يساوي 9 على 7 بالتالي شكون كبيرة؟ إذا خدينا 12 على 12 على 5 عفوا 12 على 5 زائد 99 إلى نستعمل تكون 99 فغتكون دايما أكبر من 10 تسعود على 7 زائد 9 و 99 ثم نشوفو المثال التالي لنقارن ناقص
أربعة على 13 ناقص 56 232 ناقص 14 ناقص 200 ناقص 100 نفس الشيء. عندنا هذا العدد هو 8 وهذا العدد هو 8. إذا يكفي مقارنة هذا العدد الجوش يعني ناقص 4 على 13 وناقص 14 على 13. هذه الحالة لدينا شكون كبير في الحالة؟ طلعت بأن هذا العدد وهذا العدد عندهم مقام واحد. إذا اللي كان عندهم مقام واحد العدد كيكون كبير والعدد عنده أكبر وسط إذا مقامه وسطين. هنا ناقص 14 ناقص 4 عدد يساوي عدد يكون كبير والعدد يكون عنده أصغر مسافة وبالتالي ناقص 14 على 13 فهي أصغر من ناقص 4 على 13. خاصة تنضيف نفس العدد الرمز ما تتغير ومنه ناقص 14 على 13 ناقص 98 على 34 فهي أصغر من ويساوي ناقص 4 على 13 ناقص 98 على 34. ثم نشوفوا الحالة الأخرى لنقارن، لنقارن 7 على 42 وناقص 3 على 42. إذا عندنا نفس العدد اللي تفهم الوقت، إذا في مقارنة مقارنة سياق على 42 و ناقص 3 على 24. هنا ملاحظة بيننا نسبة الفرق نعم أو لا بدون نسبة الفرق. تلاحظ بأن هذا العدد فهو موجب وهذا العدد فهو سالب. إذا العدد اللي كيكون موجب دائما كيكون أكبر من العدد السالب. إذا سياق على 42 فهو أكبر أو يساوي ناقص 3 على 24. فاش كنضيفو نفس العدد الرمز لا يتغير. بالتالي 7 على 42 كما تطلعني زائد x فهي دائما تكون أكبر من ناقص 3 على 24 زائد x. ثم تشوفوا الحالة الأخرى x زائد ناقص 3 على 5 أصغر أو يساوي 4 زائد ناقص 3 على 5 علما أن x ناقص 3 أكبر يساوي 0. إذا كنلاحظوا بأن هذا العدد هو كلمة وهذا العدد هو كلمة. كنكتب بأن x أصغر يساوي y علما بأن x ناقص 3 أكبر يساوي 0. هنا العملية بسيطة ننتقل من هذا الحد إلى هذا الحد أو نفسية بأن x ناقص y فهو أصغر أو يساوي 0. الفرق بين هذا العدد فهو أصغر يساوي 0 وبالتالي الحد الأول أصغر من يساوي الحد الثاني إلا أصغر من y هذا. ثم غادي نضيفو هذا العدد في الطرفين الجوجين x زائد ناقص 3 على 5 أصغر أو يساوي y زائد ناقص 3 على 5. إذا هذا كان ملاحظة بسيطة. بهذا نكون سلمنا الدرس تاعنا من هذا الحالة. نتمنى اللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار تابعوني في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.